رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الرباعي إلى أن اجتماع اليوم مع الحلبوسي ناقش موضوع التشكيلة الحكومية وأسباب تأخر تشكيل رئاسات اللجان في البرلمان والمناصب والهيئات الخاصة. من المواضيع المهمة اللي تم مناقشتها تفعيل بعض النصوص ذات العلاقة ببناء الدولة العراقية في الموازنة، ومنها إنهاء العمل بالوكالات بشكل عملي اللي وضع له تاريخ نهايته 31/6/2019، وكذلك تم بحث الأسباب اللي أدت إلى عدم تشكيل رئاسات اللجان خلال فصل التشريع الأول، وهي كانت، خلينا نكون واقعيين، كانت مشكلة سياسية أكثر ما هي مشكلة فنية تخص مجلس النواب. وكذلك فيما يتعلق باستكمال الكابينة الوزارية هناك تفاهم كبير بهذا الاتجاه، ومجلس النواب يعني وضح لنا سيادة الرئيس بين مجلس النواب له مهامة ويجب أن يتخذها وفق الدستور، ولا يمكن أن يترك الموضوع مفتوح للجهات السياسية. هنالك كثير من المناصب بالوكالة، العمل بالوكالة يجعل رأس هذه الدائرة ضعيف جدا، لأنه يمكن أن ينهى عمله بكتاب خلال لحظات وتكليف غيره، هذا يجعل هذه المؤسسة ضعيفة جدا. لذلك جميعا متفقين هذا الموضوع سيحسم، وخلال هذه المفاوضات أنا أعتقد حتى قبل الموعد نهاية حزيران هذا العام، أنا أعتقد بأشهر سيتم حسم هذا الموضوع والاتفاق على ترشيح شخصيات كفؤة لسد هذه الفراغات وننهي العمل بالوكالة.